على أن المحبة والمعزة الكبيرة التي تحظى بها قوات البيشمركة ليست وليدة اليوم، مشيرين إلى أن السجل التاريخي والمشرف لقوات البيشمركة الحافل بالإنجازات والملاحم البطولية ضد النظام البائد وما يسطره البيشمركة الأبطال اليوم من مآثر وبطولات في التصدي للإرهاب هو سر الالتفاف الجماهيري الكبير حول قوات البيشمركة التي باتت قوة للجميع. تفاصيل أوفى مع يشار خالد. قوات البيشمركة التي ولدت من رحم أمة عانت الظلم والاضطهاد من قبل الأنظمة الدكتاتورية البائدة أثبتت بأنها قوات عز في السابق في مقارعتها الدكتاتورية بشرف وإباء ومفخرة للحاضر بتصديها البطولي للإرهاب والإجرام وطريق سلام لمستقبل آمن مستقر. سياسيون من مختلف المكونات بكركوك أشاروا إلى أن الحب الكبير الذي يكنه الشعب لقوات البيشمركة والالتفاف الجماهيري العالم حولها يرجع إلى أن البيشمركة هي صوت وضمير ووجدان وروح الشعب، بل هو الشعب بذاته. البيشمركة تاريخها مشرف وحاضرها مفخرة، والبيشمركة تمثل قلعة صامدة بوجه الدكتاتورية في الماضي وبوجه الطغيان، وتمثل سدا منيعا بوجه الإرهاب الأعمى في الحاضر. وصفحات التاريخية للبيشمركة تحمل محطات مضيئة حقيقة، مدعاة للاعتزاز والافتخار. لعل أبرزها هي أن البيشمركة لم تتلوث يدها في الماضي بدماء العراقيين، بدماء الأبرياء، ولم تنجر وراء الأعمال الإرهابية الإجرامية الخسيسة. وأيضا البيشمركة مثلت كل المكونات العراقية. إن القوات البيشمركة هي جزء من قوات حركة التحررية ومقارعة النظام في العالم، ولدت في منطقتنا من أجل مقارعة الأنظمة الدكتاتورية. قوات البيشمركة تحظى حب العالم وتأييد كافة العالم والعراقيين بكافة مكوناتهم من الكرد والعرب والتركمان والكلدو عشيرين والغيرهم، لأنها تقاتل من أجل كافة المكونات ومن أجل كافة الأراضي العراقية. إعلاميون من كركوك من جانبهم أكدوا عن أن الحب الكبير الكامن في قلوب الجميع لقوات البيشمركة ما هو إلا وفاء لتضحياتها الجسام في السابق والحاضر من أجل التحرر والسلام والأمان. كل من ينعم بالطمأنينة والاستقرار هو نتيجة لوجود هذه القوات، لذا نجد أن الكل يقدرون هذه القوات ويكونون لهم المحبة والتقدير والاعتزاز. والبيشمركة ترابط على تخوم محافظة كركوك وبقية المناطق التي تواجه تنظيم داعش الإرهابي، ولهذا السبب وكنتيجة منطقية نجد أن قلوب كل القوميات المتآخية في هذه المدينة وبقية المناطق الأخرى تكون لهم الحب والتقدير والاعتزاز الكبير. رأينا من قوات البيشمركة والإخلاص الحقيقي منذ زمن النظام البائد، رأينا فيهم السجون الإعدامات، لم يعترفوا في أيام الأنفال والأسلحة الكيميائية، وقاموا بكل بسالة وحتى اليوم يدافعون عن كركوك وعن كردستان بكل بسالة. قوات البيشمركة هي قوات تحررية، يعني ساهمت بشكل كبير في دفاع وحماية مكونات محافظة كركوك، وكان لها دور كبير في الوقوف على مسافة واحدة من جميع المكونات وحماية محافظة كركوك ومنشآتها من التحديات والإرهاب اللي كان يواجه وما زال يواجه محافظة كركوك في الحفاظ على المنشآت الاقتصادية والمنشآت النفطية والحفاظ على سلامة كركوك. هذا الأمن الذي ينعم به أهالي محافظة كركوك هو بجهد الشهداء والدماء والتضحيات الكثيرة التي قدمتها قوات البيشمركة التي تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات محافظة كركوك. البيشمركة اتخذت من قلوب وضمائر الشعب مكانا لها منذ ولادتها وليومنا هذا، وذلك كله بفضل تضحياتها ورسالتها التي عكست تطلعات وأمنيات وهموم الشعب من أجل التحرر والسلام. يشار خالد، فضائية كركوك. أشاد أعضاء سابقون في مجلس النواب العراقي زاروا كركوك ضمن لجنة المصالحة الوطنية الاتحادية بجهود قوات البيشمركة في الدفاع.